أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إقلاع طائرة إغاثة محملة بمساعدات وخيام إلى جيبوتي لإعانة المتضررين من جراء الأمطار والسيول والتي ضربت بلادهم أخيراً. وتحمل الطائرة على متنها 18 طناً من المساعدات، تتضمن كميات من الخيام والملابس المتنوعة ومضخات مياه وبطانيات وحقائب إسعافات أولية، هذا ويرافقها عدد من المتطوعين لتوزيع المساعدات في المناطق المتضررة في الدولة الشقيقة.